بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المرة اللي فاتت كنا خدنا الكوانتيتيز أند تيك أوف، أو خدنا التيك أوف عموما. خدنا من خلال التيك أوف خدنا مثلا إزاي نطلع كميات الخرسانات بتاعتنا، وبعد كده خدنا إزاي نطلع الجرافل والساند والسمنت، و بأي نسبة من النسب تقدر تجيب المحتويات اللي أنت عايزها والماتيريال اللي أنت عايزها. وبرضه طلعنا شيت للأعمدة، وطلعنا شيت للكمرات، وطلعنا شيت للبلاطات، وطلعنا الفوليوم النهائي اللي انت ممكن تطلب بيه مستخلص ولا حاجه بكميه المتر المكعب اللي انت عايزه. وقلنا ان احنا عندنا في الكوست حاجتين، يا اما تحول الفوليوم اللي عندك الى ماتيريالز تقسمها لساند وجرافل وكده، يا اما لو الراجل بتاعك او المقاول بتاعك بيتعامل على اساس ان هو بالمتر المكعب، فانت بتضرب في ثمن المتر المكعب. المهم في النهايه بنصل الى حصر كميات كامل. طبعا لو انت كنت عامل التسليح بتاعك ومسلحه كمان، تقدر تطلع التسليح بالمتر سنتيمتر مكعب ده كفوليوم. عايز تجيب الوزن طبعا، لان انت بتشتري بالوزن مش بالحجم. طبعا عندك الجاما بتساوي ايه، دبليو على في، تقدر من خلال ان انت تقسم الفوليوم او تضرب الفوليوم في كثافة الحديد يديك الوزن بتاعك. فبالتالي عرفت ازاي تجيب الايه، عرفت ازاي تجيب الكوانتيتي بتاعتك او الكميات بتاعتك بالاسعار بتاعتها ببساطة جدا من على برنامج الريفت، حتة كانت مهمة جدا ان احنا اتكلمنا فيها النهاردة. برضو يا باشمهندسين، عايزين نبدأ نتكلم على ازاي نعمل شيت. ايه الشيت ده يا باشمهندسين؟ يقصد بالشيت هنا كده، لو جينا نبص هنا كده يا باشمهندسين، هتلاقي سكيدولز وتحت فيه شيت. كلمة شيت دي يا باشمهندسين في لغة الريفت يعني اللوحة بتاعتي، الدرونج بتاعتي اللي أنا هبدأ أعملها. طبعا هنيجي برضو من قائمة فيو. قائمة فيو دي احنا هنتكلم فيها إن شاء الله قدام كمان شوية في حاجات مهمة، واتكلمنا فيها في البداية اللي هو البلان فيو. وعايزين المرة دي بقى إزاي نشوف الشيت ده بيجي إزاي. من قائمة فيو أو من التاب فيو، البانل شيت كومبوزيشن، نبدأ نظهر الشيت. هنضغط على الشيت كده يا باشمهندسين، هسيف بس البروجكت. ادى الموجود عندنا نيو شيت اهو، اللي ظهر عندي ايه، دول مش عنده غير A1، مقاس A1 بس انا لو قلت له لود ودخلت على المكتبه بتاعتي هلاقي عندي حاجات كتير اهو، هلاقي عندي حاجات كتير ممكن اختارهم كلهم كده واقول له اوبن، هيبدا يفتحهم لي، او اختار اي واحده انا عايزها. مثلا انا عايز A0، عايز A1، عايز A2، عايز A3، على حسب واقول له اوبن هيفتحهم لي عندي او يعمل لها لود. طبعا ممكن اعمل لود كمان لي A2 بحيث ان انا هستخدم كذا واحده دلوقتي واشوف انا هتحرك بينهم ازاي، واقول له اوبن. فتحت A1 و A2، طب انا هفتح دلوقتي A1 او A2 مثلا، واقول له اوبن، هيبدا يفتح لي الشيت. بص بقى، اول ما تركز معايا في الشيت كده يا باشمهندس، عندي مكتوب اوتو ديسك ريفت، اوتو ديسك ريفت زي ما انت شايف كده. طبعا لو ضغطت عليها ضغطتين هيرجعني لي هي كبلوك. طب انا عايز اعدل في البلوك دي، اقدر هنا اعدل براحتي واقدر اظبط اللي انا عايزه هنا، بما اني جيت هنا اهو دبل كليك عليها اقدر اعدل زي ما انا عايز. ولو عايز ارجع تاني للمشروع هقول له لود انتو بروجكت، لود انتو بروجكت. مثلا هنجيب ده نقول له اوبن او اوكي، فتح لي المشروع تاني اهو، ودي اللوحه اللي انا كنت واقف عليها. طيب احنا اتعلمنا دلوقتي ازاي تخش على اي واحده من دي وتبدا تعدل فيها. ممكن تعدل بطريقتين يا باشمهندسين، ان انت تضغط دبل كليك كده وتخش على البلوك ذات نفسه تعدل جوه، او ممكن حاجه تانيه ان انت تبدا تيجي في البروبرتيز بتاعتك تبدا تعدل اللي انت عايزه. يعني بيقول لك الشيت ان نيمد، لو احنا جينا نزلنا تحت كده بص معايا هنا كده، هنا مكتوب الاونر، مكتوب البروجكت نيم، ان نيمد اهو. طيب احنا لو جينا في النيم هنا كده وسميناه مثلا تول بيلدينج، تول بيلدينج مثلا، وضغطنا انتر او قلنا له ابلاي، هيبدا يغير لي اهو تول بيلدينج. طيب الشيت نو طبعا زي ما احنا عارفين طبقا للبين اساينمنت بتاعت الاوتوكاد، تمام، او طبقا للتمبلت هنا هيبدا يطلع لك كل لوحه بترقيم مختلف على حسب الايه الحاجه اللي عندك. التاريخ بتاعك امتى، التشيك بتاعك مثلا اللي بيراجع وراك، الديزاين مين، الابروفد اللي بيديك الابروف دي بيديك المقاسات. بعد كده لو انت عايز تكتب السكيل ممكن تعدل او تكتب السكيل زي ما انت عايز. تقدر هنا تتعامل مع اي حاجه في البلوك اللي قدامك ده، ان انت ببساطه خالص تضغط عليه دبل كليك وتخش على المكتبه، او تخش سوري على هنا كده وتبدا تعدل اللي انت عايزه اهو، تشيل ده مثلا والادرس والحاجات دي انت اللي تكتبها بايدك بقى. هنا الفون تكتب رقم الفون والفاكس والحاجات دي، وتقول له لود انتو بروجكت. طبعا عشان انا فاتح كذا مشروع فبقول له اوكي، بختار المشروع بتاعي اللي انا شغال عليه واقول له اوكي كانسل.
هنا بقى يا باشمهندسين احنا دلوقتي فتحنا اللوحه، عايزين ازاي نتعامل مع اللوحه بتاعتي، ازاي نبدا نتعامل مع اللوح اللي موجوده عندنا. طيب احنا كنا دلوقتي عاملين استراكشر بلاننج، وكنا عاملين 3 دي فيوز، وكنا عاملين اليفيجن، وكنا عاملين سكاشن معينه عندنا خدناها، وكنا عاملين سكيدولز معينه، وكنا عاملين الجرافيك كولم سكيدولز دي. طيب عايزين نسحب واحده واحده ونشوف هنشتغل ازاي. اول حاجه انا عايز مثلا اجيب الفيرست فلور احطه هنا، فانا هاجي افتح الفيرست فلور، انا كده بفتح الفيرست فلور. لو جيت افتح الفيرست فلور انا عايزه مثلا يظهر لي بالكونسترين كونسيستنت لاينز او كون او كولرز، هبدا اسحب ده كده هناك. طب اسحبه ازاي؟ هقف بقى فيه، بص لو ركزت معايا هتلاقي بيفتح في الشيت ده بدل فتحت واحد اسمه طول بيلدينج شيت 1، ممكن تغير اسمه برضو رايت كليك عليه كده، وفي هنا ايه، في هنا رينيم، ممكن تعمل منه دوبليكيت فيو، ممكن تعمل اللي انت عايزه زي ما قلنا في السكيدولز قبل كده. طيب احنا دلوقتي عايزين نسحب اي حاجه نحطها هنا. ببساطه خالص يا باشمهندسين عشان نعمل لوحه في الريفت، بمسك الملف اللي عندي واسحبه كده واقوم حاطه هنا كده بس يا باشمهندسين، بياخد ثواني بس كده ويبدا يحطه. تمام، بدا يجي عندي اهو يا باشمهندسين، بس من الواضح ان هو خارج حدود اللوحه. لا هو مش خارج حدود اللوحه ولا حاجه يا باشمهندسين، هو المشكله عندي لو زومنا كده في الليفيجن ده، فانا ممكن اختاره كده. طبعا مش هينفع اختاره لان هنا انا في لوحه في لوحه الشيتس، فانما هعمل ايه يا باشمهندس؟ هرجع للفلور بتاعي ستراكشر بلان فلور، كل اللي عليا ان انا هقرب الاليفيجن بتاعي ديت شويه. يعني ايه؟ يعني انا همسك ده كده يا باشمهندس واقول له موف. موف ازاي؟ ام في من الكيبورد واسحبه لفوق اخليه هنا كده. تمام ماشي، وهاجي برده هنا كده يا باشمهندس وابدا اختار ده كده واقول له موف، اسحبه من هنا لهنا كده. تمام طيب ده كده برضو يا باشمهندس موف من هنا لهنا كده، وهكذا بقى بتنقل الراجل بتاعك. ممكن تعمل كده في طريقه تانية ان انت تختار ده وتقول له ايزوليت اليمنت من هنا كده، تقول له ايزوليت اليمنت. تمام ماشي، تبدا تضغط ايزوليت اليمنت بحيث ان انت تعمل ايه، تجيب الاليفيجن بتاعك، تظبط الاليفيجن بتاعك على قد الرسمه يعني. تمام موف، سوري موف، بس كده. لو رجعنا دلوقتي ودي كمان قدام شويه بس عشان تظبط معانا، لو رجعنا بقى للوحه بتاعتنا او للشيت بتاعنا، بلاش كلمه لوحه، الشيت، هلاقي ان الشيت بتاعي بدا يصغر اهو. ايوه بدا ياخد حدود الرسم بتاعي اهو، اهو شوف لو تركز كده هتلاقيه على حدود الاليفيجن بتاعك بس. طيب ممكن تنقله؟ اه ببساطه خالص، ممكن امسكه كده من اي نقطه وانقله، اجيبه شمال، اجيبه يمين، اجيبه فوق، اجيبه تحت، زي ما انا عايز. يعني انا مثلا لو مسكته تاني كده من النقطه دي وسحبته عند النقطه دي، طيب ناقص ده يا باشمهندس ببساطه خالص ان انت هتمسكه كده وتنقله هنا تحت البلان بتاعك بس. ممكن تختاره وزوم عليه كده، معلش بس عشان التسجيل، وتبدا تصغره وتكبره زي ما انت عايز او تنقله في اي مكان انت عايزه. طيب احنا دلوقتي جبنا البلان، طبعا لو انت هتغير السكيل بتاعك ممكن تغير السكيل ويتغير الاسم وتغير الحاجات، بس طبقا للفلور اللي انت كاتبه هنا. يعني هو قال لك اللوحه رقم واحد الفلور بتاعها كذا، اللوحه رقم اتنين الفلور بتاعها كذا، وهكذا. تمام طيب لو احنا دلوقتي جينا مثلا عايزين نجيب سيكشن كمان، عايزين نجيب سيكشن كمان، فانا هفتح السيكشنز اللي عندي. طبعا انت هتظبطها بقى، انا بعمل لك بوضح لك بس. هنسحب السيكشن ده كده ونحطه هنا، برضو السيكشن هيجي معانا اهو زي ما انت شايف كده، ده السيكشن اللي احنا كنا اخدناه. طبعا السيكشن ده بقى طبقا للحدود بتاعته انت مظبطها هناك اساسا، ده بقى اهو شوف لما بتضغط عليه تقدر تصغره وتكبره نفس الايه اللي تحت بالظبط، تقدر تتحكم فيه وتسحبه تحت السيكشن. والله ممكن اعمل حاجه ثانيه كمان يا باشمهندسين، ان انا اختار ده وادي له سكيل معين، اختار الـ ده كده وادي له سكيل معين، هاجي من الفيو سكيل من البروبرتيز ابدا ادي له ايه سكيل. طبعا اي سيكشن غالبا بيبقى بسكيل واحد لم ايه، واحد ل10 او واحد ل20، فانت تختار واحد ل20 بس هي هتكبر قوي عشان اللوحه بتاعتنا مش هتقضي يعني. تمام فانت لو عايز تكبر تقدر تختار من هنا اللي انت عايزه كده. وصلت يا شباب؟ طيب لو احنا بس عايزين نجيب سكيدول عشان نتكلم في حته السكيدول دي شويه، حته السكيدول، لو احنا عايزين نجيب السكيدول السكيدول بتاعت الفلور عشان صغيره شويه، نبدا نسحبها كده برضو ونحطها هنا. تمام بس كده، يبقى انت كده طلعت اللوحه بتاعتك وجنبها
جنبها السكيدول بتاعك، وجنبها السكيشن بتاعتك، وجنبها الكميه، وجنبها الايه الكوست النهائي بتاعك. تمام كده. طيب نفترض بقى ان احنا جبنا دلوقتي، نفترض دلوقتي ان احنا هنعمل لوحه كمان، لوحه كمان لقائمه فيو شيت اهو، واللوحه بتاعتي هنخليها A1 ونقول له اوكي، على اساس ان احنا هنجيب ال 3 دي فيو ونجيب الحاجات دي. لو انا جيت اسحب ال 3 دي فيو هنا كده، هلاقي ان ال 3 دي فيو كبير نسبيا، ده ال 3 دي فيو. تعال نشوف السكيل بتاعه، هتلاقي السكيل بتاعه مش واضح، بسكيل 1 ل 100، لو انت عايز تكبره شويه تقدر. طيب نجيب هنا كده، يفضل بقى ان انت لما تجيب ال 3 دي فيو جنبك تجيب السكيشن بتاعتك في ال 3 دي فيو، او تجيب السكيدولز بتاعتك جنبك. بص بقى السكيدول بتاع الاعمده هنلاقيه كبير جدا. طيب ايه الحل بقى يا باشمهندس كده؟ الحل احنا لو جينا هنا يا جماعه على الالبو ديت او علامه القط دي وضغطت عليها، سحبت الشيت ده كده وضغطت عليها كده اهو، هو بس تقيل شويه. طيب لو وقفنا عليه كده هتلاقي فيه علامه قطع كده، السبليت سكيدول تيبل اهي، اضغط عليها شوف قلب لك التيبل جنبك، بحيث ان لو اللوحه بتاعتك مش واخده مش تضطر ان انت تجيب طبعا الاسمبلي كود، عشان انا مش كنت مصمم او انا برسم بالعمود مش كنت حاطط اسمبلي كود في البروبرتيز بتاعت العمود. طيب عشان انت بس تقدر هنا، عشان تقدر هنا تعمل الاعمده بتاعتك، لو هو كبيره شويه ما ايه تعرف تتحكم فيها زي ما انت عايز. طيب ده كده بالنسبه لشيت 1، لو انت عايز تعدل الاسم بتاعه رينيم برضو زي ما احنا قلنا، وسمي الاسم اللي انت عايزه، اس مثلا 2 سميها مثلا 3 دي فيو، 3 دي فيو. اوكي برضو لو انت مثلا عايز تاخد اليفيجن من الاليفيجنات ولا حاجه وتحطها، او الاناليتيكال موديل، ممكن تسحب الاناليتيكال موديل تحتك برضو كده، بحيث ان انت يعني ايه بتظهر اللي انت اللوحات اللي انت عايزها. ممكن كمان كنت تحط الاحمال وتظهر كل حاجه بحيث ان انت تظبط اللي انت عايزه. وبكده نكون وصلنا لنهايه المحاضره دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.